والآن نتحول إلى حالة الطقس والأرصاد الجوية ووقفة أخيرة مع ميرنا إيهاب. شكراً لكما صحر ودينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد على كافة الأنحاء ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، الإسكندرية 19-12، مطروح 18-10، بورسعيد 20-13، والإسماعيلية 21-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13، العريش 21-12، طابة 19-13، شرم الشيخ 24-15، والغردقة 25-16. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 13، أسوان 27-14، الوادي الجديد 26-9، شلاتين 27-16، وأخيرا حلايب العظمى 26 درجة والصغرى 16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.